أهلا بكم من جديد. ساعات طويلة نقضيها تحت أشعة الشمس للحصول على اللون البرونزي، لكن هل نعلم ما هي أضرار التشميس؟ تلك الحروق التي قد نراها بسيطة تصيب الطبقة الخارجية فقط من الجلد وتعطي لونا جذابا، وما لا نعلمه أن تلك الحروق قد تكون ذات خطورة وقد تصل أحيانا إلى طبقات الجلد الداخلية. اليوم سنتعرف على أضرار التشميس مع اختصاصية الأمراض الجلدية دكتورة براءة رشدان. وقلك صباح الخير دكتورة. صباح النور. والله عندي أحكي للمشاهدين أني حاولت يعني أهون الموضوع أنه لقي لنا طريقة كل التشميس لطيف، بالذات هلأ مع الصيف والبرك والسباحة وهيك، فبتحسي أنه يعني خلص يعني أدمنوا كتير من الناس على هاي الفكرة. خلينا نحكي الحقيقة العلمية وراء هذا الموضوع. تمام. هلأ أولاً للأسف هو موضة التان أو التسمير موضة كتير رائجة من اللون البرونزي، لكن إحنا ما بنعرف قد ايه هي مخاطر موضوع التشميس على المدى القصير وعلى المدى البعيد. طبعاً زي ما إحنا عارفين أصلاً وسيلة حماية الجلد من أشعة الشمس لما بتعرض إلها بكميات كبيرة هي عن طريق الخلايا الصبغية أو الميلانوسايتس موجودة بطبقة الجلد اللي بتساعد لما بتعرض لأشعة الشمس تفرز صبغة الميلانين، فبالتالي بكسب هذا اللون البرونزي أو اللون الزيتي اللي هو أصلاً وسيلة لحماية الجلد من المضار لأشعة الشمس. طبعاً زي ما إحنا عارفين أشعة الشمس ممكن على المدى القصير تؤدي إلى حروق، سواء كانت حروق سطحية مجرد فقط احمرار مع ألم وأوجاع بدون تقريباً ساعات لمدة بضعة أيام، أو ممكن توصل إلى حروق من الدرجة الثانية ولطبقات كتير أعمق من الجلد، وبهيك حالة ممكن تستدعي العلاج لمدة حتى أشهر حتى أطيب من هاي حروق الشمس. يعني أكيد هلأ كل شخص تجاوبه مع الموضوع بنفس الطريقة شخص للتاني؟ هلأ طبعا لا، بتختلف حسب درجة لون البشرة. طبعا زي ما احنا عارفين البشرات الفاتحة هي معرضة لأضرار الشمس أكثر سواء على المدى القصير أو المدى البعيد، لكن البشرات الداكنة نوعا ما لسبب وجود صبغة الميلانين زي ما قلنا فبتحمي نوعا ما من الأضرار، لكن برضو معرضين إذا تعرضنا بطريقة خاطئة لأشعة الشمس. طيب انت حكيت اذا تعرضنا بطريقه خاطئه، شو الطريقه الصحيحه؟ هلا هلا غالبية التشميس أول إشي دائما لازم نعرف إنه أخطر فترة حتى نتعرض فيها لأشعة الشمس هي من 10 صباحا للأربع مساء، وهي الفترة اللي غالبية الناس اللي بيعملوا تان بتعرضوا فيها. فإذا أنا بدي أتعرض للشمس حتى أستفيد منها لغايات صنع فيتامين دال لازم يكون قبل الساعة 10 أو بعد الساعة 4 مساء، ولازم لمدة لا تتجاوز النص ساعة بالكتير حتى إني بس أستفيد من أشعة الشمس من أجل فيتامين دال. أما كتشميس فهو خلص بغض النظر من 10 ساعة 4 حتى لو 10 دقائق فهي رح تكون مضرة. طيب 10 دقائق يعني إحنا عم نحاول يعني مش يوم ولا يومين. في كثير من الناس هلأ أجواء صيفية يعني صح. كيف ممكن الواحد وحامية إلى حد ما، فكيف ممكن الواحد أنه يكون مثلاً عم بسبح وبنفس الوقت أنه يكون عم بيمارس نشاطات رياضية حتى على مستوى الركض صح بالهواء الطلق، يعني فكرة التعرض إلى الشمس بالصيف موجودة، هل ممكن مثلا حماية أنفسنا من خلال الكريمات الأويلات اللي بتستخدم يعني وكل هاي المستحضرات ما بتساعد إنه يكون الموضوع أسهل؟ هلا ضروري جدا حتى زي ما قلتي من عمر الأطفال إنه نستخدم واقيات الشمس بحماية لا تقل عن 30 حتى تحمي من الأشعة. طبعا هذا ضروري حتى لو أنا بدي أتشمس أو ألعب رياضة أو أمارس أي نشاط، لأنه إحنا معرضين وإحنا بدول يعني حارة نوعا ما، فلازم يعني واقي الشمس ضروري، ولازم كمان تجديده كل ساعتين إلى 3 ساعات إذا أنا كنت معرضة للتشميس طول هاي الفترة حتى أحمي من الحروق على المدى القصير. وطبعا على المدى البعيد زي ما إحنا عارفين في كتير مضار لأشعة الشمس سواء كانت من التجاعيد، شيخوخة الجلد، طبعا ما بننسى كمان سرطانات الجلد وغيره من الأمراض اللي بتكون على بتنتج نتيجة التعرض الحاد لأشعة الشمس. يعني إحنا هلأ عم نحكي على فكرة الحروق هي واحدة من الأسباب اللي ممكن تكون مشاكل، لكن كل هاي اللي ذكرتيها هي معرض لإلها الجلد بسبب التعرض للشمس.
للشمس او للتشميس بشكل مباشر. نعم، هلا المدى القصير زي ما قلنا هو فقط الحروق الشمس، لكن على المدى البعيد بسبب شيخوخه الجلد وظهور التجاعيد نتيجه انه اشعه الشمس بتاثر على الكولاجين والالاستين الموجود بطبقات الجلد، فبالتالي بيفقد مرونه الجلد والترطيب اللي بالجلد، كمان لانه بيغير ماده الكروموسومات وماده الدي ان اي الموجوده بالخلايا، فبالتالي هذا بحدث تغيرات كروموسوميه اللي بتزيد نسبه حدوث سرطانات الجلد بانواعها. كمان طبعا التشميس المتكرر وبطريقه كثير خاطئه ممكن كمان يؤدي الى ظهور البقع البنيه، ظهور التصبغات، ظهور النمش، ظهور الكلف، وبالتالي احنا بنكون يعني بموضوع التشميس وبننتهي بكثير مشاكل بدها فترات حتى احنا نتعالج منها. طيب في كثير من السيدات او حتى الرجال بيستخدموا هلا بعض الاجهزه اللي بتحاول انه هي تكون بديل عن التشميس زي السولاريوم وغيرها من الأجهزة، صح؟ هل هي ممكن تكون بديل جيد؟ والله للأسف أنه هذا التانينج بيد هم أسوأ بكتير من تعرض لأشعة الشمس، لأنه التانينج بيد بتعطي موجات مكثفة بتكون مدروسة بشكل معين، طبعا مدة تقريبا زي ما بنحكي لو بعد بالتانينج بيد 10 دقائق يعادل أني أنا قاعدة 8 ساعات تحت الشمس بدون حتى أحط أي سن بروتكشن أو أي حماية، فبالتالي هو جدا كتير مضر أكثر بكتير من التشميس العادي تحت أشعة الشمس، ونسبة طبعا السرطانات والتصبغات الجلديه اعلى بكثير مع التانينج بيد مقارنه بالتشميس العادي تحت اشعه. طيب خلينا نحكي انه في حال تعرضوا بعض الاشخاص لهي الحروق، شو هي النصائح اللي ممكن نقدم لهم اياها للتعامل مع هاي الحاله؟ طبعا الحروق اذا كانت هي مجرد حروق سطحيه رح يكون في احمرار، فضروري لمده لا تقل عن اسبوع انه ابدا ما نتعرض لاشعه الشمس مع الالتزام بواقي الشمس. بنفضل طبعا مراجعه الطبيب بهاي الحاله حتى يوصف بعض الكريمات اللي ممكن تخفف الالم والاوجاع لحد ما يبلش الجلد يقشر ويسترجع الطبقه الصح له. هلا في ناس بنفس اليوم بدهم يروحوا بدهم يناموا في ناس ما بيقدروا يناموا، صح؟ في ناس بيحكوا عن اللبن، في ناس بيحكوا عن بعض يعني المستحضرات حتى الامور البيتيه، يعني انه بيحاولوا انهم يستخدموها. هل هي ناجحه فعلا؟ صراحه نحكي هلا نوعا ما بدنا نحكي انه اللبن بيساعد انه يهدي، لكن صراحه بنفضل اشياء طبيه اكثر تعالج الحروق حتى ما تترك مشاكل بعد ما انه الحروق هاي تروح او يكون في تصبغات، لانه ممكن حرق مره واحده يترك مشاكل بغنى عنها، ففضل مباشره انه يراجع الطبيب حتى يكتب العلاج المناسب حتى ما يصير أي مشاكل تانية بعدين. جميل. موضوع استخدام أيضا الجزر وبعض المستحضرات اللي فيها ألوان أو فيها صبغات معينة، هل بتكون برضو تأثيرها أسوأ ولا ممكن أفضل؟ بسبب إيش فيها من معادن أو مثلا؟ هلا كل مواد التان بيكون فيها زي الجزر، الكوكونات أويل وهي القصص، هي بالعكس بتساعد على امتصاص صبغة الميلانين، فبالتالي هي أضر نوعا ما من حتى لو كان فيها نسبة حماية، فهي أضر من إني أنا أتشمس بدون ما أحط هذا الأويل، لأنه الأويل بمواده بغض النظر عن المادة اللي موجودة فيه هي بتساعد على امتصاص صبغة الميلانين أكثر حتى نكتسب هذا اللون الزيتي أو اللون التان بسرعة أكبر، فبالتالي بوصل لمرحلة إنه خلايا الجلد اللي هي الميلانوسايت الصبغية الموجودة بطبقات الجلد غير قادرة على الحماية من موضوع الحروق اللي موجودة، فبالعكس هذا بتضر أكثر من إني أنا أتشمس بدون ما أحط هاي الأويل. جميل. يمكن موضوع التعرض للشمس حتى في كثير من السيدات بواجهوا فيه مشكلة حتى بسواقة، يمكن منطقة الوجه، صح؟ النمش وغيرها، الكلف يمكن حتى على الإيدين، كل هذه الأمور كيف ممكن إنه إحنا نتجنبها خاصة بفصل الصيف يعني؟ هلا ضروري كثير نعرف انه في كثير ناس بيقول انا ما بطلع غير 10 دقائق او نص ساعه بالسياره، ما في داعي احط وقت الشمس وطول اليوم انا بضل قاعده بمكتب او لا. طبعا ضروري جدا التزام بواقي الشمس، لازم احطه تقريبا قبل ثلث ساعه لنص ساعه من اني اطلع على الشمس حتى يكون في فرصه للجلد ليمتص الواقي الشمس ويحمي من هاي الاشعه، طبعا زي ما قلنا بحمايه لا تقل عن 30%، وطبعا البشرات الحساسه او البشرات البيضاء لازم نوصل لحمايه تصل تقريبا لـ SPF 50 حتى تحمي من هاي المضار، مع
ضروري جدا انه نجدد الواقي الشمس كل ساعتين الى ثلاث ساعات، ارتداء النظارات الوقائيه عشان تحمي حتى العين من اشعه الشمس الضاره. في ناس معينه بتفضل انها تلبس كفوف او الى اخره، لكن احنا بنقول واقي الشمس كافي اني يعني انا ممكن التزم فيه. واقي الشمس على الايدين؟ نعم، بنحط واقي الشمس على الايدين على الوجه، حتى لما انا بسبح او يعني إذا اضطرينت أني أسبح مكان مكشوف لازم يتجدد واقي الشمس على جميع المناطق المكشوفة من الجلد. جميل. كل الأمهات يمكن بيفكروا بموضوع أنه الأطفال تعرضوا للشمس، حتى يمكن ضربات الشمس بدهم يحاولوا أنهم يخففوا هذا التعرض المباشر، لكن اللعب بالمي وكذا ممكن أنه برضه يكون أساسي. صح. فكيف ممكن نحميهم نحمي جلدهم أيضا بهاي الطريقة؟ هلأ بالنسبة للأطفال، وهذا الإشي اللي كتير مهم، إنه أنا ما أستنى ليكبر الولد لعمر المراهقة أو لسن الجامعة حتى يبلش يحط واقي الشمس. بالعكس، الأم لازم من العمر الصغير، خاصة مع السباحة وخاصة إن كل الصغار بيحبوا السباحة، في كريمات واقي للشمس مخصصة للأطفال بتكون على شكل سبراي أو لوشن، فكتير خفيفة حتى ما تضايق الطفل منها كوجودها، فبالتالي هذا لازم ينرش أو ينحط على جسم الطفل ويتجدد كل ما طلع من المي كل ساعة لساعتين بده يرجع يتجدد واقي الشمس على كل المناطق اللي هي معرضة للشمس، لأنه حتى الأطفال معرضين أنه يصير في عندهم حروق من الشمس، وممكن صراحة أحيانا نعاني أكثر من الكبار لأنه صبغة الميلانين لسه بتكون طور النمو بالجلد تبعهم. يعني هو بصراحة الأطفال بيلعبوا برا بتلاقيهم ومش قاعدين ولا بالضبط، وبيتركوا لون وبياخذوا لون وبياخذوا كل اللون 100% يعني صحيح. بالشمس وبدون مي وبياخذوا لون، فما بالك مع المي، فأكيد نسبة الحماية لازم تكون أقوى، وضروري جدا استخدام واقيات الشمس حتى من عمر البيبيات الصغار. طبعا يعني ما في أمل للحبين إنهم يصيروا سمر إنهم يصيروا سمر. كان بودي إن يكون للأسف، لكن جميعا برأة رجدان، شكرا لوجودك معنا. أهلا فيكي، يعطيكي ألف عافية. ثانك يو.